الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على صفة الرحمة، لأن أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، من حيث دلالتها على الذات العلية هي أعلام، الرحمن علم لله والرحيم كذلك، هذا من حيث الدلالة على الذات. ومن حيث الدلالة على صفة الرحمة هما صفتان، وهكذا جميع أسماء الرب سبحانه وتعالى ليست أعلاما جامدة مجردة عن المعاني، بل كلها تدل على المعاني، فالصفات من معاني هذه الأسماء. الرحمن الرحيم في توحيد الأسماء والصفات، إثبات صفة الرحمة وإثبات هذين الاسمين العظيمين، مالك يوم الدين إثبات اسم الله مالك وملك، فهو مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، في ذلك اليوم لا يدعي أحد ملكا ولا ملكا، بل الأمر كله لله، تمحض لله تعالى، كل الدعاوي سقطت، دعوى الملك ودعوى الملك كلها تسقط، فالله وحده هو الملك وهو المالك، مالك يوم الدين، فيه إثبات الجزاء يوم الجزاء، إياك نعبد وإياك نستعين، فيه توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، إخلاص العبادة لله تعالى، وإخلاص الاستعانة والتوكل على الله وحده، الاستعانة بمعنى التوكل، التوكل الثقة في الله والاعتماد عليه. دلت هاتان الكلمتان على هذه المعاني العظيمة، بل جميع الأسماء وجميع المعاني في باب التوحيد ترجع لإياك نعبد وإياك نستعين، مقام عظيم عند أولئك الذين يتحدثون عن المقامات، مقام إياك نعبد وإياك نستعين من أعظم المقامات للسائرين إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا لا تزال فاتحة الكتاب تشتمل على معاني التوحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيان للمنعم عليهم وهو الموحدون أهل التوحيد، طلب أن يهدينا الله طريق الذين أنعم عليهم بالتوحيد الخالص وبتحقيق التوحيد، وذلك الطريق غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق فتركوا الحق، وغير طريق الضالين الذين يعبدون الله تعالى على جهل. هكذا بالاختصار الفاتحة كلها في التوحيد.